السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. اليوم في عنا فكرة صغيرة اللي هي localization of a gene on a chromosome. طبعا هي موجودة معكم بالورق. هلا احنا الفكرة حكينا عنها بالفيديو الماضي وحكينا بالضبط كيف طريقتها، بس في عنا لانه هي الى اسم تكنيك. ف اذا بنلاحظ، خلينا نمشي مع بعض بالاول على الصورة اللي موجودة فوق بالاحمر. ليكو الكروموزومز كيف كلياته؟ في عندنا هون هاي الكروموزوم فلوريسنت وهي الكروموزوم فلوريسنت. يعني هون في عندنا احنا اشتغلوا على انهم يخلوا بس سيكونس معين هو فلوريسنت تو لوكالايز ات. هلا هاي السيكونس ممكن تكون عم يحكي عن جين هو، او عم يعمل لوكالايزيشن يا لجين كامله يا اما لسيكونس معين. ومثل ما حكينا انه لازم لما نيجي بدنا نعمل نصنع بروب، طبعا هاي بتنشغل بالبروب ما بتنشغل بالإثيديوم بروميد، لأنه الإثيديوم بروميد اتفقنا بيعمل ستينينج لكل كروموزوم لكل فراغمنتس اوف دي ان اي. هلا لما يجي بدي يصنع البروب اللي هو قلنا سينجل ستراند دي ان اي، ومرات بيرمزوا له بالسي دي ان اي، يعني كومبلمنتري دي ان اي حرف السي. هذا البروب من خصائصه هو كومبلمنت to a specific sequence. يعني انت فيك تصنع بروب عشوائي، ولكن هل بتقول لي مثلا انا بدي اعين الجين كود فور انسولين بروح بعمل بصنع بروب باحرف عشوائيه؟ اكيد لا. هون احنا بدنا نكون عارفين الاحرف تبعون الجين للانسولين، ولما اكون عارفها انا بصنع لها بروب كومبلمنت لها. اذا بالمبدا عشان نتذكر بشغل، انه قبل ما نصنع بروب بدنا نكون عارفين السيكونس اللي بدنا نعمل لوكاليزيشن، تمام؟ فهون لو فرضنا انه كان عارف هالسيكونس هاي اللي ضوت، صنع لها بروب، قلنا شو الستيبس. طبعا مثل ما حكينا قلنا مش حنزيد شيء. اول شيء قلنا بنعمل هيتينج، بنسمي العمليه دي ناتشوريشن، واللي هي بتكسر الهيدروجين بوند بتوين النيتروجينس بيزز. بعدين بنزيد البروب، والبروب هو بيعمل بايندينج، فبنسمي العمليه هايبريدايزيشن. بعدين بيعمل، طبعا اكيد بيعمل واشنج بعد ما يزيد البروب، لانه ما بيزيد البروب على العدد، بيزيد عدد البروب عشان ما يضل في فلوريسنس بالمنطقه، فبيعمل واشنج. فاكيد البروب اللي عمل بايند ما بيفلت باي واشنج. واخر شيء بشوفه اندر شو فلوريسنت مايكروسكوب، فبيبين عنا هالشكل اللي احنا شايفينه. وهي التكنيك اللي هي لوكاليزيشن اوف اي جين اون اي كروموزوم، هاي اللي اختصار فيش تكنيك، اللي هي اف اللي هي فلوريسنس ان انسايتو ان سبيسيفيك بوزيشن هايبريدايزيشن. قلنا هايبريدايزيشن ريليتد لمين؟ لا انه البروب عم يعمل بايند مع اللهم صل على سيدنا محمد، عم يعمل بايند مع السيكونس السبيسيفيك اللي احنا مصنعين له البروب in order to localize it. هلا اذا واحد جاب مثلا هاي الكروموزوم وقدر عين عمل localization لكل الجينز عليها، هاي بنقول هي الجينيتك ماب للكروموزوم، جينيتك ماب للكروموزوم. بس نلاحظوا هون شو عندنا، ليكو الرسم هون كروموزوم. طبعا واحد بقول ليش في اربع نقط؟ لاحظوا هون هاي الرسم اللي عندنا، ليش في عندنا اربع نقط مضويين؟ لانه احنا ايتش كروموزوم از ميد اب اوف تو كروماتيدز، تمام؟ فانت بتصنع بروب كومبلمنت للجين. هلا لما هي تو كروماتيدز صار لكم مثلا، لو فرضنا جين نمبر 1 في عندنا واحدة تنتين، هاي اول كروموزوم، ثلاثة أربعة، فانت في بروب راح يعمل بايند هون، وبروب راح يعمل بايند هون، هاي اول كروموزوم، وبروب راح يعمل بايند هون، وبروب راح يعمل بايند هون. عشان هيك بيطلع لنا شو؟ بيطلع لنا فور دوتس فلوريسنت. ممكن يسألك سؤال يقول لك اكسبلين، او قديش عدد الكروموزوم، قديش عدد الكروماتيد تبعت الكروموزوم؟ بتعرفي من عدد شو؟ من عدد الدوتس، لانه كل كروموزوم فيه تو دوتس فلوريسنت، معناته البروب يعمل بايند تو تو جينز، معناته ذا كروموزوم از ميد اب اوف تو كروماتيدز، تمام؟ هلا في عنا اسا شغله مهمه جدا للاسئله،
وهاي الصورة أنا جبتها من سؤال شهادي، بس رح نشوف إحنا نفكر فيه على طريقتنا إحنا مشان نشرح شغلة. لو قلنا هون عنا we have two alleles، قليل A اللي على الشمال وقليل B هون، هاي بدها تظبيط. إذن قليل A وقليل B. طيب منلاحظ عنا لو شفنا البوزيشن لا الانزيم اللي هو اسمه HAE3 بيعمل كاتنج على ال198 وبيعمل كاتنج على 240 وبيعمل كاتنج على 470. فإذا جاء واحد قال لي قديش النمبر اوف فراجمنتس قديش السايز لإلن، أول فراجمنت بتطلع من هون لهون اللي هي السايز لإلها 198، تاني فراجمنت بتطلع 42، تالت فراجمنت بتطلع 230، وآخر فراجمنت فورت فراجمنت بتطلع 30 بيز بير. هاي لمين يا اخوانا؟ هاي لقليل A لحالة. طيب اذا جينا احنا عم ندرس هذا الكروموزوم، اذا جينا عم ندرس احنا قلنا هذا الجين اللي احنا عم ندرسه اوتوزومال. شين اوتوزومال؟ يعني احنا بس نسأل على الجينوتايب بالعادي. هلأ احنا بالدرس اللي جاي رح ناخد اذا الجين اوتوزومال شو بتفرق عن الاكس لينكد. الجين الاوتوزومال طبعا مثل ما احنا متعودين ما بنقول حرف واحد، ما بقول والله هذا الجينوتايب لإله ايه. بتتذكر لما احنا حكينا على البلد جروب قلنا شو؟ قلنا انه فئات الدم مثلا AA AB BO AO، كنا عم نحكي على شو؟ على حرفين. ليه؟ لانه كل قليل هي expression of one gene اللي هي موجودة على كروموزوم. لو قلنا هاي الجين او هاي قليل A، معقول شخص عنده كروموزوم؟ هلا اذا ما عنده مرض اكيد عنده A وعنده حرف تاني هون، صحيح؟ فهلا احنا راح نجرب نشوف كيف بدنا نرسم الجيل الكتروفوريسيز بحالة الشخص اللي عنده جينوتايب AA او AB او BB. واضح؟ لو اجينا اذا قلنا الA لحالة شو بتعطي؟ الA لحالة بتعطي 4 fragments. اياها هاي الA تتقطع ل 1 2 3 4، هاي A لحالة. طب اذا شخص عنده جينوتايب يا اخوان AA، هون مهم جدا AA. شو يعني AA؟ يعني عنده هاي الA لحالة قلنا اعطت 4 fragments. طب AA، طب AA كمان بتعطي 4 fragments. اذا بيطلع عنده هاي قلنا السايز اول واحدة لإلها 198، هاي 42، هاي 230، وهاي 30 اللي بالآخر. طيب اذا احنا اذا قطعناهن وحطيناهن كلن بوان ويل، ما بدنا نحط الـ A لحالة بويل والـ A التاني بويل، هذا شخص individual X ماشي الحال. شو عنده بانتس؟ هو صار عنده من الـ 198 تنتين، ومن الـ 42 تنتين، ومن الـ 230 تنتين، ومن الـ 30 تنتين. احنا اتفقنا على شغلة انه المايجريشن بالجيل الكتروفوريسيز هي بتعتمد على شو؟ بتعتمد على السايز. فطبيعي اللي اسرع شيء حيكونوا مين؟ هدول، لانه السايز لالين شو؟ 30. فاذا جينا احنا بنرسم الجيل الكتروفوريسيز لشخص عنده AA راح يكون عنده الباند اللي هي السايز لالها 30، بيكون عنده تنتين منها، هاي بنحط ضرب 2 عشان نفهمها. ال 42 حيكون عنده تنتين منها، ال 230 حيكون عنده تنتين منها، و ال 198 طبعا بدها تكون هون، حيكون عنده كمان تنتين منها. لما يبينوا عنا احنا يا اخوان كلن هدول كل البانس مبينين، اذا احنا we use شو؟ ethidium
بروميد لانه كل الباندز مبينين. ولكن هل احنا على كيفنا باجي بقول والله هذا السؤال لا هذا افيدني وهذا السؤال لا ابروب، يكون عطينا جيفن او احنا مين الرسمي؟ يعني اذا اعطاني انا هاي الريزلت وقال لك هل احنا مستخدمين ايثيديوم برومايد ولا بروب، هلا في واحدة من التنتين، يا بكون ماخذ بروب من اول الجين لاخره فضوت كله لانه كل البانس مبينين، او بكون مستخدم شو هو ايثيديوم برومايد. طب احنا على الرسمي، على الرسمي بدنا نكون منتبهين شو اللي كان هو مستخدمه، ماشي الحال؟ بدنا نشوف على الرسم اللي معنا بالسؤال هو مستخدم بروب ولا ما استخدم بروب. خلينا نشوف، خلينا نلاحظ هون، لاحظ هون شو كاتب، مكتوب zone of the gene recognized by the radioactive probe. Zone of the gene recognized by the radioactive probe. ليه كل بروب؟ لاحظوا وين موجود البروب، حط لكم اياته بدايته ونهايته، خلينا نكبره اكثر. لاحظوا البروب من هون لهون. طيب لما نيجي نقطع احنا، ما حكيناها الفكره المره الماضيه، مين البانس اللي راح يبينه؟ هل 198 راح تبين؟ يعني اذا اجينا هاي هاي الشقفه راح تبين معنا؟ اكيد لا. ليه؟ لان بدا مستخدم بروب اذا مش عم يستخدم ايثيديوم برومايد، وهاي المنطقه مش عليها شو البروب، ما جاي عليها. طيب هل هاي السايز اللي عندها 30 راح تبين كمان؟ لا. هلا في عندي ليك وجزء من البروب عامل بايند على على السايز على الفراجمنت هاي، والجزء الثاني من البروب عامل بايند على الفراجمنت الثاني اللي هي السايز لها 230 وهي السايز لها 42. اذا احنا اللي راح يبينوا معنا بالسؤال، ماشي الحال، هني بس مين؟ بس الفراجمنتس اللي عندي 230 واللي عندي شو 42. فاذا طلب مني هو قال لي ارسم لي رسمة جل الكتروفوريسز ل مثل ما كنا مستخدمين مثلا هاي using the probe. اسا using the probe في عنا هيك، مين بدي يبين؟ قلنا بس ال 42 وال 230، هذا الشخص اللي عنده جينوتايب A. ماشي الحال. هلا اذا جينا شفنا البي، شو كانت فرق البي عن الـ عن الاي؟ البي كان عندنا شو؟ كان عندنا اذا نكبرها شوي للبي، البي عندنا هون ليك، ولاحظوا على 198 بعدها بتقص عادي، ولكن هون ما عم بتقص على 240 ما عم بتقص. طبعا هاي جيفن، مش احنا من مش من عندنا يعني. وعلى ال 470 بعد شو؟ نفس الكاتنج. لو اجينا البي لحالها شو بتعطي؟ اذا واحد قال لي شو الفراجمنتس البي بتعطي، البي لحالها طبعا بتعطي ال 188 من هون لهون، هاي 198 هاي اول سايز، بعدين هون بطلت تقص معناته السايز صارت من هون لهون اللي هي 272، وفي عنا هاي الفراجمنت اللي هي شو 30. ماشي الحال. اذا هون اذا واحد قال لي مثلا الجينوتايب بي بي يوزنج ذا بروب او يوزنج ايثيديوم بروميد، شو بتفرق؟ اذا واحد عنده جينوتايب بي بي، اذا عنا ايثيديوم بروميد، واذا عنا البروب اللي هو يوزد، نيجي نسأل حالنا احنا بس يكون في عنا بروب، مين الباند اللي البروب عامل معاها بايند؟ البروب عامل بايند هون بهالمنطقة اللي هي اي على الفراجمنت، مين على الفراجمنت ال 272؟ اذا لحالة بدها تبين، هاي ما راح تبين، ال 198 وال 30 ما راح تبين. اذا هون الشخص اللي عنده بي بي عنده تنتين 272. ليه؟ لانه الفراجمنت هاي البي الوحدة بتعطي واحدة 198 وواحدة 272 وواحدة 30. فإذا الشخص عنده بي بي
إذا عنده تنتين 198، تنتين 272، وتنتين شو 30. ولكن لأنه البروب على هاي في الباند لحالة اللي هي 272، فهدول ما راح يبينوا موجودين، ولكن ما راح يبينوا. شو ده راح يبين؟ ده راح يبين عندنا بس باند واحدة على 272، ودول بتكون عبارة عن 2 fragments. ولكن لو الشخص استخدم إثيديوم بروميد أو بالإكسبيرمنت، مش الشخص يعني، بالإكسبيرمنت في إثيديوم بروميد، بالإثيديوم بروميد كل هدول راح يبينوا، لأنه بتعمل ستينينج، فبيطلع تنتين 272 وبيطلع تنتين 198 وتنتين 30. فلاحظوا الفرق بالريزلتس اذا كان عم يستخدم الثيديوم بروميد او بروب. اذا مهم جدا احنا بالسؤال ننتبه للصورة وننتبه للجيفن كورمان، لانه منن هدول بنصير نقدر نعرف الجينوتايبس، منن لقدام بنصير نطلع الريسك لحدا مريض. وطبعا السؤال كله بيكون بيعتمد عليهن وعلى انه منحل صح او لا. ماشي الحال، الله يعطيكم العافية، وان شاء الله تكونوا فهمتوا.